هكمل في الكوره كابتن، لان انا عندي جزء خاص بالانتخابات ووجود حضرتك في قائمه كابتن حسين لبيب. لكن النهارده احنا بنتكلم على بعض الامور الفنيه اللي ممكن الراجل بيشتغل بيها، بدايه بالتشكيل. معرفش حضرتك تابعت المباراه كلها ولا لا؟ تابعت الشوط الاولاني، بس الشوط الثاني بقى كنت جاي في السكه. فكره انك يعني التشكيل بيختلف من مباراه لاخرى، وعدم استقرار على خط دفاع مثلا ثابت، هل ده بيأثر على الفريق؟ اكيد كابتن يعني برضه بص، بيأثر يعني. بمنتهى الصراحه والامانه، انا مش عايز احكم على الراجل بدري. ممكن انا اكون كلنا متفقين كفنيين ان التغيير في التشكيل كل مباراه ده شيء غلط، ما بيجيبش حته الانسجام والتفاهم والتناغم بين مجموعه اللعيبه، خلينا نبقى متفقين على كده. بس هو انا مش عايز احط نفسي مطرحه الا لما اقعد معاه وافهم هو في ذهنه ايه، او في دماغه ايه، او بيفكر ازاي. انما كوره، ما انا هكلمك كوره برضو، وبحاول احط نفسي مطرحه واشرح لنفسي عشان ادي مبرر للراجل هو بيعمل لي كده. ممكن يكون بيعمل تبديل وتوافيق لان هو عنده مراكز. معلش برضو خلينا نيجي نرجع لاول الموسم، هو الراجل ده عشان ما نظلموش، هو راجل طلب 3 4 لعيبه في 3 4 مراكز. انا كنادي الزمالك ما وفرتلوش الثلاث مراكز دول، فممكن يكون، ممكن اجيبك انت كابتن محمد فور بتلعب مثلا راس حربه مباشر، لا اجيبك مثلا تلعب يمين شويه، انا مزنوق ومحتاج المركز ده، او حاسس ان انا المركز ده ناقص عندي، فبضطر ان انا اجربك في الحته دي، فبجربك بلاقيك مثلا ممكن تديني 50 60%. بحاول اجرب واحد تاني غيرك برضو نفس في مركز تاني بيديني برضو 50 60%. طب انا اجرب ليه يا كابتن؟ انا عندي الناس الاساسيه في الحته دي. هو ما دي برضو الناس علامات استفهام عندهم، ان انت مثلا عندك حسام عبد المجيد، عندك محمد عبد الغني، عندك مسلوسي بيلعب ناحيه اليمين، يعني هو برضو بيعمل يعني حاجات برضو ممكن الناس عليها علامه استفهام في النقطه دي. انا متفق، انا في بدايه الكلام انا قلت لك انا متفق معاك ان حته التبديل في، وخاصه زي ما انت بتقول كده، ان انا عندي مراكز اوريدي ثابته، هي دي بقى اللي احنا عايزين لها تفسير. انما انا بكلمك على مراكز تانية هو عنده فيها نواقص، من حقه ان هو يجرب ده هنا. عندي مساك ممكن بيلعب لي باك يمين، او واحد مساك تاني بيلعب لي باك شمال، فانا بجرب هنا النهارده، بجرب هنا، ما اعرفش ظروفه. بس هل الزمالك مستحمل يعني مستحمل التجارب دي يا كابتن؟ ما هي دي الفكره. هقول لك على حاجه، انا باي حال من الاحوال عشان اقدر احكم على اللي انا شايفه، لازم في فرق انك تتفرج على الماتش يا كابتن في التلفزيون، وفي فرق انك تتفرج عليه في الملعب في المدرجات، وفي فرق انك تبقى قاعد على الدكه بتتفرج عليه. انا لما اخش المكان واعيشه اقدر احكم بواقعيه. انما دلوقتي انا بتكلم وبحكم من اللي انا شايفه من الفرجه والسمع، الكلام في نسبه، في قدر كبير جدا من الصحه حته التغيير. انما لازم اتعايش فعليا مع الراجل ومع الناس ومع الفريق عشان اقدر احكم هو اللي بيعمل كده. امتى كابتن حسين اتعايش؟ بعد يوم 20 ان شاء الله. ما بيبقاش فيه يعني، ما هو بيبقى فيه خطه كابتن الموضوع. لا، ما هو وخصوصا لفريق كره حضرتك، احنا قائمه كابتن حسين فيه 2، حضرتك وكابتن احمد سليمان، فبالتالي فريق الكوره هيكون مسؤوليه كبيره جدا، او الاكبر بالنسبه لحضراتكم في الفريق، فبالتالي وجودكم في الفتره دي هو تجهيز للي هيحصل بعد يوم 20. احنا فعلا بنجهز تقريبا من 4 5 شهور. الملفات كلها محطوطه، وكل اعضاء القائمه الموحده معروف الملفات بتاعتهم. وخلي بالك مش ال 12 عضو ان شاء الله هم اللي هيديروا الملف بتاع النادي كله، لا. يعني انا بس مش عايز اخش في ال 12. انا هخش في المنطقه دي، هخش في المنطقه دي، انما هكلمك وارد عليك في حته الملف بتاع الكوره. يعني مثلا حتى الان الناس بيقولوا ان الراجل كان لازم يمشي او يمشي، فهل كابتن حسين السيد وكابتن احمد سليمان او المسؤولين عن كره القدم والملف ده بالذات كلاعب الكوره طبعا ونجوم كبير، هل هيكون عندهم القرار ده بناء على اللي حصل الفتره اللي فاتت في فريق الزمالك؟ امتى احكم عليه؟ لما اعمل اللي انا لسه قايل لك عليه دلوقتي. هنقعد مع الراجل، انت احتياجاتك ايه؟ هيقول لك انا عايز 1 2 3، نفس الكلام اللي انا قلته لك من اول الموسم. هنشوف المراكز اللي هو محتاجها، واللعيبه اللي هيحتاجها في المراكز اللي هيطلبها لازم نوفرها له. اول ما وفر له ده اسبوع اسبوعين لازم اكون خلاص خدت قرار. ليه؟ لان انا وفرت لك اللي انت عايزه. انت ما تقدرش تشتغل بدون تيم وورك انت اوريدي طالبه. انت مثلا عايز مركز الفلاني، انا رحت جبت لك في حته تانية، طب هحاسبك ازاي؟ انت عايز واحد نص ملعب جبت لي باك يمين، عايز فيرود جبت لي هاف شمال، يعني انت طلبت حاجه، الراجل طلب حاجات واحنا ما نفذناش. لما يطلب حاجه وننفذها له اقدر احاسبه هو وكل الجهاز ان شاء الله. يعني هي دي الفكره يا كابتن.
دي رؤيه. خلي بالك واي حد بيشتغل ممكن تكون دي وجهه نظري، ممكن ناس تانية تشتغل غير كده، انما انا بتكلم الصح اللي انا اتعلمته، الصح ان انا اوفر لك كل مقومات النجاح عشان بعد كده لما اجي احاسبك اقدر احاسبك صح. انما دلوقتي انا هقدر اقول له تعالى يا عم امشي روح، هيقول لك ايه؟ هيقول لك ما انت ما جبتليش، تعالى انت بتخسر. يعني مثلا لما اجي اقول له تعالى انت ليه بتغير؟ انت ليه بتخسر؟ انت ليه نتائجك وحشه؟ هيقول لي ايه؟ ابسط اجابه ممكن يقولها ايه؟ ما انا طلبتك 1 2 3 4 وما جاليش فانت هتسكت مش هتعرف ترد عليه. يعني النهارده حاله الفوز دي كانت ممكن تختلف يعني بالنسبه للناس الزمالك بالنسبه معانا لو احنا موجودين ابدا ولا كانت هتفرق. يعني لو كانتش الزمالك فاز النهارده وكانتش هيفرق معاك. ما خلينا متفقين انت كسبت بايه؟ بقوه الدافع دوافع ورغبات. ما كسبناش فنيات الا 50-60% وخبرات اللعيبه يعني زيزو شويه حاجات هنقول شويه حاجات انما فنيا ما احنا عارفين احنا عايزين تدعيمات. فانا عشان احكم على الراجل ما اقدرش اقول له غير تعالى لما اقول اما اوفر له احتياجاته اقدر اخد منه اللي انا عايزه واطرحه ساعتها.